true. Sure. انا موجود الان اهلا انا موجود الان الو الو تسمعني الو 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 يا دكتور اسمعني انا موجود الان الو الو انا موجود الان طالع عمرك يلا يلا جاي جاي اهلا دكتور تسمعني؟ لحظة دقيقة، أنا حسبتك سكرت دقيقة شوي لا أنا أتكلم معك من هنا من زون هنا هنا آه أوكي أوكي <applause> خليني أجيب المايك حقي دقيقة طيب زمان. تسمح ألبس وأجي ألبس وأجيب وأجي المايك وأجي طيب تمام خذ راحتك خذ راحتك بغير لبسي وجهي ها بسم الله الرحمن الرحيم اهلا دكتور يلا بس خلني اركب المايك تسمح لي شويه بس خذ راحتك بس كنت بعلمك طريقه انك تحط المحاضره هنا ترى ما اسمعك يا حبيبي دقيقه بس خلني اركب هذا واتواصل معك دقيقه في وقت ما عليك في وقت دقائق صح ايوه واضح صوتي واضح معك طال عمرك اي جدا hello. واضح ممتاز ايوه واضح طيب واضح طيب يلا يا هلا وسهلا كيف الحال دكتور مبارك يا, يا هلا والله بصبي بالاسمر يا مرحبا الله يحييك يا هلا وسهلا دكتورنا العزيز تشوف الاشياء اللي تحت في من ضمنها شير كونتنت الشير اللي في النص اللي زي السهم ازرق ايوه حلو؟ ايوه نعم اضغط طيب. عليها بس سوي شير للمحاضره نفسها انت انت معطلها انت من عندك فعلها دقيقه اوكي بس دقيقه كل ما اضغط عليها يطلع لي علامه انك انت موقفها ترى فعلت الحين شيك طيب هي أيوة ممتاز تمام تمام, تمام. طيب خليني الحين في باوربوينت تقدر اقدر اشغلها باور مو شغلها مو لازم بي دي اف ترى طيب. هذه هي شوفها اذا اذا من الجوال بس ايوه تمام أيها. ممتاز اي تشتغل معك لحظه شوي شوف هنا حلو طيب. انت مشغله من الكمبيوتر ممتاز مم. دقيقه خلني بس اتاكد لك انها 100% ها 100% شوف ها لا مضبوطه تمام عارف مره 100% طيب انا بخلي الصفحه هذه طال عمرك لاني ابتدي العرض خلاص حلو طيب دكتور آه زي ما قلنا في البدايه راح يكون في مقدمه بسيطه بلقيها انا تقريبا 10 دقائق او اقل بكثير يعني يمكن خمس دقائق كذا حلو آه بعدها راح تبدا فقرتك طبعا الاسئله راح نخلي لها اخر ربع ساعه الى 20 دقيقه بعدها يكون في خاصه بسيطه ونصيحه طيب. منك بتقدمها اخر المحاضره طيب عظيم انا اللي بقصده حلو. انا طبيب اطفال عام هذه الحاله ترى ما نشوفها الا قليل بس ما يمنع انه اللي بيقدرني يا ربي عليه. يعني. الله يبيض وجهك والله ما بتقصر. وان شاء الله يعني. الله يفيد بها ان شاء الله يعني. طيب من اللي علمني كم بحضور من اللي بيحضر هل سجلوا ناس ما سجل اللي اعرف انا الحين واحد حضور في الغالب ما عدوا ذاك ال ايوه والله في ناس مسجلين يعني تقريبا في 200 مسجلين تمام فما ندري كم اللي بيحضر لكن بعد المحاضره راح اعلمك كم عدد الحضور والاشياء هذه كامله. طيب شوف حاول انت تساعدني بصراحه حتى ما تكثر الاسئله لان شوف انا بلقي في اول المحاضره انه ترى هذا ما هو تخصصي انا بس مجرد يعني عمل متواضع مني نوضح لكم بعض الامور اللي استحدثت على مرض السكر شغلات الامراض وعلاجها والحاجه الدقيقة فيه فضل انكم تراجعون فيها اخصائي سكر افضل آه بالذات أيوة. فيما يختص بالجرعات ما الجرعات كذا انا بوضح له من البدايه يعني حتى لو مثلا واحد لان هذا تخصص سكر ترى صعب ما هو سهل يا ابو يا ابو من ايوه أبو أيوة, ايوه معك 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 ابو متعب اسمعك أه يا سلام. ايوه ابو متعب شو ابو متعب فهذه أيوة. آه امور بس ما يمنع انه انا ممكن اجاوب على بعض الاسئله ترى ما يمنع ايوه ايوه ما بتقصر انا بحاول أيوة. انه ناخذ الاسئله المتعلقه بجانب الاطفال اللي بجانب الاطفال وتكون يعني يسرى ما هي صعبه يعني ما فيها تعقيدات ولا فيها ايوه <applause> ايوه راح تكون من يعني ما راح تكون دقيقه جدا في الموضوع السكري بشكل عام وانت بيني وبينك حتى لا يعني لا تخلي تمغطها يعني سؤال سؤالين ويلا نشكركم ما قصرت والله يستر عليكم وبيض <applause> <بيو> الله <رأيكم> ها <applause> ابشر تمام ما يصير خاطرك <applause> طيب. الا طيب ان شاء الله يا حبيبي تسلم خليني نروح الحين نتمشط وتنظف وجه <applause> بس قفل المايك والفيديو تمام بعد عشر دقائق نبدا ان شاء الله على بركه الله في امان الله اي بس قفل المايك والفيديو وخلي بس السلايد شغال وروح صدقت صح خلني اشوف كيف اسكرها اولا هي. المشكله يا من الاجواد أنه هنا لحظه لا تروح يا ابو متعب لا تروح معك معك أيوة. انا معك طول الوقت اي لانها بطفي الصوت ايوه بس هذا هو لا مو هذا يجيك على اليسار أيوة. تحت جنب الفيديو في الاشياء انا عارف بس ان المشكله المشكله في, في البي سي اي لحظه شويه ايوه 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 بس طلع لي بحط بوقف الصوت قلت ايوه ميو تمام كذا تقفلت كلها معي الحين انت صح؟ الو ايوه ايوه معك صح زي اللي سويته قبل شوي تقفلت عشر دقائق ونبدا باذن الله اقصد صوره العرض اللي ظاهره الان صح؟ ايوه ايوه ظاهره صوره العرض مضبوط مضبوط يالله استودعتك الله مع السلامه <applause>

اهلا يا دكتور. آه بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خليني اقدم وبعدها تبدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في برنامج التثقيف عن داء السكري بتوجيه من اعضاء مجلس الاداره وبحضور مميز. لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن سعد الحميدي نقدم لكم محاضرتنا اليوم بعنوان كل جديد في سكر الأطفال يقدمها الدكتور أحمد عسيري استشاري الأطفال في العيادات التخصصية الشاملة للحرس الوطني منورنا اليوم يا دكتور الله يحييكم السلام عليكم جميعا آه بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله محمد اتمنى من الله عز وجل أن يبارك في هذه المحاضره المتواضعه واللي حقيقه انا اعددتها سال المولى ان تصل فائدتها للجميع في بدايه الامر احب ابلغ الاخوان الموجودين او الحاضرين الكرام بانه انا استشاري اطفال في طب الاطفال العام لست حاصلا على تخصص دقيق في سكر الاطفال ولكن من خلال عملنا كاطباء اطفال في طب الاسره يمر علينا حالات او نواجه حالات متعدده لسكر الاطفال والى حد ما نتدخل في علاجها لكن الدور الاكبر حقيقه في في عياداتنا كاطباء اطفال نعمل مع طب الاسره في الحقيقه دورنا الاكبر هو التثقيف والتوجيه المحاضرة حقيقة إن يعني أو نفس الموضوع سكر الأطفال كبير وموضوع متشعب والجميع يعرف ذلك واليومين هذه مع وجود وسائل التواصل الاجتماعية اللي زي ما أنتم ملاحظين سبب غزو عالمي كبير يصعب حقيقة على الواحد انتقاء المواضيع المهمة والحساسة في المندرجة تحت موضوع سكر الأطفال لكن حاولت انا بجهدي المتواضع اني احصل على بعض المعلومات اللي قد تفيدكم او على الاقل تفند بعض الاشاعات او بعض اللي خلني اقول الاكذوبات اللي بنشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي من واتساب وفيسبوك وفي وكذلك في سناب بعض السناب اللي في, في موقع سناب شات وبعض المواقع الاخرى وحنا نعرف أنه أصبح الفرد هذا اليومين أو في هذه الأيام بحكم أنه حاصل على جوال مع جوال أو الجوالات اللي هي سمارت فون أو الأجهزة الذكية يستطيع بضغطة زر أنه يطلع على كل جديد وللأسف الشديد أنه كثر في المواقع الإلكترونية بشكل عام كثير من الكلام عن ليس فقط طب او في طب الاطفال السكري او سكري طب الاطفال او سكر الاطفال في طب الاطفال ولكن عن مواضيع اخرى. فانا حبيت بس اني اعطيكم بعض الحاجات التي استجدت على الاقل في العقد الاخير من الزمان فيما يتعلق بسكر الاطفال. سألنا الله عز وجل ان تكون فيها الفائده ان شاء الله والبركه. زي ما عرفت لكم في البدايه انا الدكتور احمد اسير استشاري اطفال. في العيادة التخصصية الشاملة تابع الحرس الوطني حاصل على الزمالتين العربية السعودية والجزء الأول من الزمالة البريطانية حنتكلم في البداية عن نبذة مختصرة عن سكر الأطفال وكلنا نعرف أن سكر الأطفال أغلبه هو نوع رقم واحد السكري بشكل عام في نوعين نوع رقم واحد وفي النوع رقم اثنين فالسكر الأطفال هو سوات سواد الأعظم منه منه هو النوع الأول خلاص أحب إني أعطيكم نبذة مختصرة عن السكر الأطفال رقم واحد هو مرض مزمن يتميز بعدم قدرة الجسم على إنتاج الإنسولين من البنكرياس بسبب تدمير المناعة الذاتية لخلايا تدعى بخلايا بيتا في البنكرياس آه للاسف الشديد او انه كثير او كثير منا في المجتمع يعتقد يعتقد بانه سكر الاطفال رقم واحد او النوع رقم واحد هو مورث وهو في الحقيقه غير مورث. يعني آه حتى للاسف بعض الزملاء عندنا الاطباء عندما مثلا عن يزورنا مريض من مرضى الاطفال يعاني من السكري او حديث التشخيص من السكري رقم واحد يسألهم هل أنتم الأب أو الأم أحد منكم عنده سكر هذا أصل حتى السؤال يعني فضلا على أنه غير علمي غير صحيح سكر الأطفال رقم واحد غير مورث تلعب فيه المناعة دور كبير للأسف شديد وللأسف الشديد كذلك أنه بحكم أنه يندرج تحت أحد أمراض المناعة الآن وبحكم ان المناعه هي حتكون نفسها في نفس الطفل وفي ابوه وفي جده وفي جد جده وفي سلالتهم السابقه يكونون للاسف العائله كلهم عرضه لسكر الاطفال رقم واحد فيما لو تعرضوا لنفس الاحداث المكتسبه من امراض اللي حنتكلم عليها الان اللي بتحفز بدايه مرض السكري للاطفال. دكتور الفيديو صوته مو بطالع ترى طيب انا تعمدت اني اضع الفيديو هذا حتى بدون صوت بس لكن يظهر عندي صوت عموما اهم شيء نتكلم عن نقطه موضوع مسببات السكر للاطفال سكر الاطفال زي ما شرحت لكم هو غير مورث هو المورث منه هو النوع رقم اثنين وهو اللي بنشوفه عند اكثر البالغين لكن السبب الرئيسي في سكر الاطفال هو الاضطرابات المناعيه باختصار شديد اللي بغى يعرف ليش يحصل السكر عند الاطفال هو مثلا باختصر لكم اياها بالكلمات اللي حقولها الان لكم مثلا يجي طفل ايا كان عمره يعني انا مثلا شفت في حاله قبل 18 سنه سكري لطفل مولود تخيلوا كان عمره ذكر خمسة ايام ما انساها كانت في مستشفى يدعى مستشفى السليمانيه يمكن بعضكم يعرفه كان مثلا حدود سكر في طفل مولود عمره خمس ايام مثلا حاجه يعني حتى اوقات بعض الاطباء ما يصدقها كويس فمع البحث اللي عملته والمجلات اللي قريناها وحتى حضرنا محاضرات تختص بهذا الموضوع وجدنا انه مثلا باختصار شديد حتى انتم تفهمونها ببساطه يجي طفل مثلا عنده رشح رشح او زكمه او خلينا نقول جات له نزله معويه شديده طبعا اللي بيحصل معي التهاب في جسم الاطفال سواء كان فيروس او بكتيريا وفي الغالب فيروس يعني بيدخل الجسم ونعرف ان المناعه تقوم تهاجم هذا الفيروس ف اللي بيحصل مع الاطفال هذول نوع من اللخبطه بتحصل بعد اسبوع يعني الطفل يشفى تماما المناعه بتهاجم الفيروس تقتل الفيروس او تقضي عليه يتبقى بعض الاجسام المضاده اللي تقتل الفيروس للاسف تتبقى في دم الطفل وبتلف في جسم الطفل للاسف بشكل يعني خلينا اقول لكم غير مقنن او بشكل غبي يعني بدل ما تروح يعني يسمونها النيران النيران الصديقه فبدل ما تروح تهاجم يعني رغم انه الفيروس مات فبدل ما تهاجم جراثيم اخرى تروح للاسف تهاجم الخلايا السليمه ومن ضمنها خلايا بيتا اللي موجوده في البنكرياس فيحدث السكري هذا خلاص عشان كذا بيسمونها الاضطرابات المناعيه في عوامل غير مناعية وهذه حديثة اللي موجود اللي أنا كاتب لكم إياه باللون البنفسجي هذا هذه حاجات أنا جمعت لكم جمعت, جمعت لكم من مجلات حديثة وجدوا إنه بعض الأطفال اللي حصل لهم سكري بالذات أول سنة من العمر وجدوا أن أمهاتهم كانوا يعانون من مشاكل في آخر ثلاثة شهور من الحمل إيش كانت المشاكل هذه؟ كثيرة بعضها تم مثلا رصده وبعضها لم يتم رصده. اللي تم رصده حقيقه وبشكل متكرر التهابات البول عند بعض الامهات. وهذا بيكثر للاسف عند بعض الحوامل في الاشهر الاخيره من الحمل. أه وجدوا بعض الحالات مش التهابات بول وجدوا بعضها التهابات اخرى قد تكون مثلا نزلات معويه بسيطه او رشح بسيط او حراره جت للام على اخر الايام ما يعرفون ايش سببها. مشاكل اخرى غير الالتهابات الطيحات مثلا يعني تجيك ام تطيح مثلا او تخبطها واحد على بطنها او وجدوا انها لها علاقه بالموضوع او حدوث السكري لسبب او لا او يعني ما هو عارفين حتى ايش الميكانيزمية او الاليه اللي حدثت او تسببت في حدوث السكر للمولود. الالتهابات الفيروسيه ذكرناها وهي كثيره حقيقه انا اذكر لكم منها فيروس اسمه اي بي في آه في كورونا قد يكون اللي هو حاصل الان، يعني مثلا اطفالنا الله يشافيهم اللي جاهم التهاب كورونا على الرغم او عدوى كورونا على الرغم انه الكورونا الاخيره هذه ما تاذي كثير من الاطفال يعني اغلبها من عمر 17 وفوق ولكن قد يكون على المستقبل البعيد لا قدر الله كورونا قد يلعب دور في تحفيز او اظهار سكري الاطفال رقم واحد. برغم انه اتذكر في قريت في احد المجلات السابقه انه كورونا فيروس ترى هو قديم الناس تعتقد كورونا جديد ترى ما هو جديد هو قديم الاسم قديم يعني احنا كنا بنسمعه او بنذاكره وقت ما كنا في الطب حتى لكن ظهرت منه سلالات جديده فانشهر هو اخذ الاسم يعني فكورونا فيروس قد يلعب دور لا قدر الله في ظهور سكر الاطفال على المدى القريب المدى القريب الضغوط النفسية في مرة أتذكر جاني طفل آآ كان آآ يعني لح يعني لحقنا عليه على آخر الأيام أتذكر مسكين دخل في آآ آآ تحمض في الدم وتنوم في العالم مركزة ودخل للأسف في إغماء والحمد لله ربي ستر على الطفل هذا وتشافى هذا الطفل فقد عليه فقد أمه وأبوه في حادث وكان الحادث الله إن شاء الله لا يجعلكم ترى بأس كان امام عينه يعني اندهس ابوه وامه امام عينه فدخل في ضغط نفسي فظيع كان عمره ثمان سنوات الطفل هذا جاله سكري بسبب بسبب الضغط النفسي لذلك احنا يا اخوان لازم نراعي موضوع الضغط النفسي انا بشوف للاسف لغايه الان اباء وامهات بيعانوا بيعاملوا اطفالهم بشكل يعني حتى غير انساني يعني فضلا ان يكون يعني ابوي ضغوط نفسيه قد تدخل الطفل ترى في مشكله السكر الاطفال فانتبهوا من النقطه هذه وهذه نقطه يهملها كثير من الاباء والامهات للاسف الشديد. التطعيمات الدوريه زي ما تكلموا التطعيمات الدوريه قد تلعب دور كذلك في مرض التوحد اللي هو الان قاعد نشوفه للاسف بيتكاثر وذكروا ذلك في عده مجلات برغم انه لم يثبت ذلك لانه التوحد طبعا هذا موضوع اخر واغلبه او انا انا شخصيا بظن انه شيء مورث او شيء ياتي الطفل فيه مولود لكن الان بعض المجلات خلنا سيفرال يعني ارتكلز بتتكلم انه قد تكون التطعيمات الدوريه لها دور في ظهور سكر الاطفال رقم واحد بالذات الثلاثي اللي اسمه الام ام ار وهذا عاده ياخذ الطفل في عمر السنه وعمر لا لا عمر السنه وعمر ما قبل المدرسه طيب أه الحاجه الغريبه اللي حتستغربوا منها وهذه حديثه وجدوا انه السريلاك أه كونك تبتدي طفل مولود بالسريلاك قبل الفتره المحدده المفروض يبتديها للاسف وجدوا قد تكون احد الاسباب اللي تعرض الطفل انه يكتسب اللي هو سكر الاطفال رقم واحد اللي بشوفه الان انه في امهات بيجونا في العياده للاسف الشديد بادين اطفال مسيرلاك من اول شهر وهذه خطا بل مصيبه هذه كارثه تعتبر حتى نقطع على ما قالوا الموضوع هذا ونقطع الشك باليقين دائما لا تبتدي سيرلاك الطفل اقل من عمر ستة اشهر في الان جد دراسات من الاكاديميه الامريكيه طب يقول لك لا تبتدي على عمر الخمسه الاامن لك او الامن لك يا اختي الام المرضع انك ما تبتدي الامل لطفلك انك ما تبتدي اللي هو السيريلاك الا بعد عمر ستة شهور يعني اول يوم دخل فيه الطفل ستة شهور ابتدي السيريلاك ما في باس ما يحمي فقط بس من موضوع سكر الاطفال يحمي من مشاكل اخرى كثيره عسر الهضم آه، كذلك حساسيه القمح آه، الارتكاريا واشياء اخرى خلاص ولها اليه معينه احنا عاده نبتدي الاطفال نقول الام خلي الطفل على السيريلاك الرز شهر كامل بعدين تدخلي على سريلاك القمح بعدين تتدرجين فيتامين دال فيتامين دال هذا اللي هو العلاج السحري الآن اللي سبحان الله وجدوا أنه يتعلق ب يعني مش بس في الاطفال حتى في الكبار، نقص فيتامين دال فتح ابواب كثيره لكثير من الامراض او المشاكل، تخيلوا معي بعطيكم مثلا دراسه حديثه ترى اثبتت ان حتى قله فيتامين دال عند الاطفال تخلي عندهم التهابات الرشح المتكرر للانف والفم يزيد معهم تخيلوا؟ وهذه دراسه اثبتت علميا وجدوا ان الاطفال اللي عندهم مستوى او منسوب فيتامين دال في الدم عالي اقل عرضه للالتهابات هذه. فيتامين دال يا جماعه دخل في كل شيء في طب الاطفال تساقط الشعر الالتهابات المتكرره حساسيه الصدر الاكزيما تخيلوا كل شيء فلذلك احرصوا انكم تعملوا فحص دوري لاطفالكم عن فيتامين د وتتاكدوا انه كويس طبعا الدراسه اثبتت فعلا بشكل يعني لا يقبل الشك انه فيتامين د وجدوا منخفض جدا عند كثير من الاطفال اللي كان عندهم او اكتشفوا حديثا حاملين لمرض سكري او السكري رقم واحد مركبات النيترات وهذه قليل ما نستخدمها في بلدنا هنا الاعراض طبعا انتم عارفين اكثر اغلبكم شاف الاعراض حقت انا بتكلم على الناس اللي اطفالهم مشخصين عندهم فيتامين د عفوا عندهم اه سكر الاطفال رقم واحد اهم عرض يمكن كان واضح لهم انه كثره تبول الاطفال طيب يعني الاعراض كثيره تكرار التبول ارتفاع السكر في الدم طبعا وهذا هو للاسف اللي كثير من الـ من الـ الاطفال اللي لم يتم فحص السكري لهم في الاسعاف او حتى في البيت فقدناهم او تنوموا في العنايه المركزه بسبب اللي هو الاغماء اللي بتجي بعد تحمض الدم البيله السكريه اللي يكون السكر مليء بالدم بالبول مليء بالسكر وانتم عارفين اصلا السكر تاريخيا كيف اكتشفوه سكر اكتشف ف... في في قديم الزمان انه كانوا الشخص اللي اكتشفه كان يلاحظ انه بعض المرضى اللي تجيهم مرض السكر كانوا الله يكرمكم اذا تبولوا الله يكرمكم كان النمل بيتجمع على البول حقهم الله يكرمكم يعزكم فبعدين اكتشفوا انه في حاجه اسمها مرض السكر بحيث انه يصير زلال سكري في في البول طبعا العطش او العطش وهو ناتج عن تكرار التبول للاطفال فقدان الوزن غير مبرر مثلا عندنا اي طفل يفقد وزن طبعا كثير من الامهات احنا نعرف انهم بيشتكوا احنا بيجون العياده يعني انه دائما الشكوى الرئيسيه عندهم من طفلي وزنه نازل و انت حتى تعرف دائما اذا طفلك فقد وزن لا تعتمد على حتى القراءات ولا تعتمد عليه معادلات في حاجه اسمها الجروث تشارت او يسموه منحنى النمو خلي الطفل الطبيب يرصد لك اللي هو طول ووزن ابنك على اللي هو منحنى النمو وتعرف اذا كان في فقدان للوزن او لا خلاص لانه يتهيا لنا وهذه حاجه للاسف بنشوفها مجتمعنا كثير انه كثير من الامهات انه يشوفوا اطفال موزانهم نازله بالذات عم بعد عمر بعد 13 شهر لين ستة سنوات خلاص التوعك الغير محدد تلقى الطفل نفسيته مسدوده ما يلعب دائما حتى بهتان ما بيتحرك نشاطه قل كيف يتم تشخيص السكري؟ طبعا هو التشخيص النهائي يتم عن طريق الفحص المنسوب السكر في الدم وهذا معتمد من كثير من الهيئات الطبيه المختصه بطب الاطفال انه يكون فوق 7 مليمول مول في اللتر الواحد او ما يعادل اكثر من 126 ملي جرام طبعا احنا كمان في قراءات كثير حقيقيه بس انتم أمشي على القراءه الاوليه اللي, اللي معتمده عالميا احنا بنتكلم كذلك عن حاجه اسمها جلوكوز بلازما العشوائي اللي يكون فوق ال 200 ملغرام بر دي سي ليتر او ما يعادل او ما يساوي 11.1 ملم باللتر الواحد الهيموجلوبين السكري وهو افضل طريقه او يسمونه التراكم الهيموجلوبين اي 1 سي هذا ارجوكم ما تهملونه انا بتكلم عن الـ 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 الاطفال اللي مصابين بالمرض هذا يفضل كل ثلاثة شهور اوقات الى كل اربع شهور انا بشوف ما شاء الله بيمروا علينا اطفال بيسووا كل شهر طيب الان نتكلم عن فيما يتعلق ب مراقبه نسبه السكر في الدم وهذه آه هذا موضوع اخر آه نتكلم فيه او احب اني طبعا احرصكم آه على موضوع الاجهزه الرصد السكري عندكم الشرائح والاجهزه لازم تكون آه ما ما يعني ما وصل اللي هو او انتهى عمرها الافتراضي آآ آآ كذلك آآ يفضل كذلك انه في وقت اللي هو تشخيص الاطفال بمرض السكري ان نعلم الطفل في نفس الفتره اللي يكون زار فيها الطفل المستشفى كيف يفحص دمه بنفسه طيب نتكلم الان عن ما يتعلق بالعلاج بالانسولين طبعا هو العلاج بالانسولين كلكم عارفينه بالذات الاطفال اللي مصابين بالسكري في عندنا اللي هو السريع المفعول وبطيء المفعول وطلعت كثير من العلاجات الان بالابر طبعا يحتاج جميع جميع الاطفال المصابين بداء السكري من النوع الاول العلاج بالانسولين طبعا هو العلاج الرئيسي وتكون في على شكل او اكثر من انسولين يوميا مع تعديل الجرعات على اساس المراقبه الذاتيه لمستويات السكر في الدم. يتم استبدال الانسولين عن طريق اعطاء انسولين الاساسي وانسولين ما قبل البراند طبعا لها اسماء كثيره انا ذكرتها هنا انتم ما عليكم الكلام هذا اهم شيء يا اخواني انه نحرص على اعطاء اللي هو الجرعات الانسولين الصحيحه في الوقت المناسب لا تنسون كذلك انه دائما في بعض الاستثناءات بتصير مثلا مع وجود امراض زي التهابات او ضغط نفسي ترى احنا بنزيد في منسوب السكر اللي هو الانسولين وانتم عارفين بنسبه 15% على الجرعه الاساسيه مع متابعه السكر اليومي. النقطه الاهم كذلك نظام الغذاء والنشاط الرياضي طبعا. طبعا علاج السكر الاطفال تراه 50% انسولين وما ادراك ما انسولين ترى بس الخمسين 50% المتبقيه هو النظام الغذائي اللي انتم طبعا. نوصي طبعا انه يكون النظام الغذائي او المستخلص من الغذاء او, أو نسب توزيع الغذاء للطفل السكري كربوهيدرات لازم توفر لنا 50 الى 55% من الاستهلاك اليومي من الطاقه خلاص هذا بالنسبه للكربوهيدرات، الدهون لازم توفر لي من 30 الى 35% من الاستهلاك اليومي، البروتين 5 الى 10%. طبعا انت من 10 الى 15% عفوا. من اللي هو الطاقه اليوميه ابغاكم طبعا حتى انتم ترصدوا الشكل هذا بشكل افضل حنا كاطباء او انتم تطوعوا للذهاب لاخصائي تغذيه يرشدكم في الموضوع هذا وهذا الموضوع ترى يعتبر اساسي النشاط الرياضي النشاط الرياضي كذلك مهم يعني انتم شايفين اكثر اطفال السكري ما شاء الله يعني نحيلين يعني وهذا نتيجه طبعا طبيعه مرضهم لكن هذا ما يمنع ان نساعدهم للتخلص من الطاقة الزائدة من السكري أنهم يستهلك تستهلك أو يتم يعني التخلص منها عن طريق نشاط رياضي يومي طبعا بتسألوني إيش النشاطات الرياضية المفضلة حنا أول شيء نشوف الطفل إيش النشاط المحبب له لكن حنا كأطباء أطفال ننصح بموضوع السباحة ننصح كذلك بموضوع طبعا لازم يكون تحت متابعة ذوي المريض او مثلا اي رياضه اخرى ما يكون فيها احتكاك رياضه يعني تكون يعني لوحده مثلا ما يكون مثلا فيها اشتراك او احتكاك مثلا زي السباحه زي مثلا الجري تمام آآ لكن آآ خلاصه الكلام انه النشاط الرياضي زي ما النظام الغذائي والانسولين مهم يعتبر كذلك مهم طيب مضاعفات سكر الاطفال بنشوفها للاسف الشديد زي ما بنشوف ضعف سكر الاطفال من الكبار طبعا السكري بشكل عام بالذات اذا ما كان في تحكم فيه آه للاسف الشديد بيتلف اللي هو يسمونها الشعيبات الدمويه الدقيقه اللي هي كل شغل اعضاء الجسم فيها اللي هي اساسا محطه آه تلقي الفضلات من الاعضاء زي القلب الكلى الجلد العظم العين وكذلك هي نفس المنطقة أو نفسها تعتبر محطة لإعطاء هذه الأعضاء الغذاء اللازم أو المستلزمات اللازمة من سكر من غذاء وكذلك أكسجين للأسف هذا السكري مع الوقت إذا ما صار فيه تحكم تتلف فعشان كذا احنا بنوصي بمتابعة دورية للبصر فنفحص ننصح الآباء بفحص دوري للعين كل فتره وفتره كذلك للكليتين كذلك عند طبيب العظام كذلك اوقات حتى نضطر انه نخلي الطفل يتابع مع استشاريين يكونوا متخصصين في الاعصاب حتى نتاكد انه ما بدا يصير عنده من نوع من اللي هو فقدان الاحساس في اطراف في الاطراف العلويه والسفليه طبعا حنا زي ما بنواجه مشكله ارتفاع منسوب السكر عند الاطفال بنواجه للاسف شديد في الجانب الاخر الاعراض اللي هي بتكون ناتجه عن هبوط السكر وهي للاسف اخطر من ارتفاع منسوب السكر الارتفاع او هبوط طبعا كلنا يعرف اغلبنا اللي هو علامات ارتفاع السكر عند الاطفال لكن لو بنتكلم عن موضوع هبوط السكري ايش هي اللي هي لان هي للاسف الاعراض المميته للطفل لا قدر الله من ضمنها التعرق الشحوب الشعور بالجوع الاضطراب عند المريض كذلك موضوع فقدان اللي هو التناسق في الحركه والاداء وكذلك الخمول والنوم طيب هذه كلنا ك... حتى مو بس الاطفال اللي مصابين بمرض السكر الاولي لازم حتى كلنا يعني نتثقف انفسنا ونتثقف اطفالنا انه بحيث ان وجدنا بعض العلامات موجوده لابد من الانتباه لها ومعالجتها فورا للاسف عواقبها وخيمه ومن ضمنها الاغماء والموت الدماغي للاسف الشديد يعني بحكي لكم مع قصه حصلت لنا في 2005 وكانت مؤلمه كانت لاحد زملائنا الاعزاء طبيب كان ابنهم طبعا ما كانوا يدرون انه كان يعاني من السكري كانوا طالعين برا البيت وكان الطفل يلعب يلعب بالدراجه في الحوش وكان عنده اعراض سكري بس ما كانوا منتبهين يعني كانت عنده شغله التبول الزايد او شغله شرب الماء بشكل مستمر ومتكرر ويبدو يبدو انهم راحوا عند طبيب وقال لهم لا له هذا طبيعي ومن الناحيه وعمل عمل لهم للتحليل السكر للطفل وجدوا راحوا برا البيت رجعوا لقوا الطفل طايح في الحوش مستلقي و... وللاسف الشديد يعني تقريبا دخل في موت دماغي و بعد تمحيص وبعد تحقيق يوم جاء اكتشفنا انه كان عنده هبوط حاد في السكري وكان احد اعراض اللي هو التحمض اللي صاير معه فهبوط السكر يا اخوان مهم آه شغله مهمه طبعا احنا اكثر الاطفال بحكم انهم بياكلوا كاندي ونشويات وسكريات ما بنشوفه كثير خلاص لكن هذا ما يمنع ان نضع عيننا على موضوع هبوط السكري اعراضه طبعا هي شحوب في الجلد تعرق زائد شعور بالجوع اضطراب وارتعاش في الاطراف او يسمونه ترمر نعاس بشكل يعني شبه يومي، فقدان السيطره على بعض الحركات الاراديه. طيب، نتكلم الان عن الموضوع اللي هو اللي الان تعتبر حديث الان ويمكن هي تعتبر محور حديثنا في المحاضره هذه. مضخه الانسولين، مضخه الانسولين انا ما ادري انا حقيقه كطبيب الان يمكن عملت كطبيب اطفال اكثر من 20 سنه ما شفت احد جانا فيه حقيقه. كنا نسمع فيها لكن من بحثي عنها وزي ما شفتم بالفيديو مؤلمه يعني وقد تكون غير عمليه لبعض الاطفال، تعرف الاطفال ما يحبوا شيء اسمه ابره الا يعني الا ما رحم ربي. متى ننصح باستخدام هذه المضخه؟ برغم انه يعني بشوف او اللي لاحظته أو, لا او قريت عنه انه انه بيط... بيستخدموها بنطاق واسع حقيقه في اوروبا وامريكا. ما ادري يمكن هنا في السعوديه انا ما شفت حقيقه ربما بعضكم استخدمها ولكن خلينا نتكلم شوي عنها متى... متى ننصح باستخدامها؟ ننصح ينصح باستخدام هذا النوع من العلاجات للسكري عن طريق المضخه في حالات زي نقص السكر الدم الشديد المتكرر يعني مثلا في بعض الاطفال سبحان الله قد يكون تركيبتهم ال... الاستقلابيه سكر بينقص بشكل فظيع مع مع اعطاهم الانسولين، قد يكون مستقبلات الانسولين كبيره عندهم او كثيره في الجسم، المستقبلات هي الفتحات اللي بيدخل فيها الانسولين بعدين بيعطي الاداء او بينقص في السكري، قد يكون كثيره عندهم، ما حد عارف، الشاهد من الامر انه هذول ينصح حقيقه انهم يستخدموا العلاج او يتلقوا الانسولين عبر مضخه الانسولين، كذلك اذا كان عندهم تقلبات واسعه في مستويات الجلوكوز في الدم بغض النظر عن مستوى السكر التراكمي اللي تكلمنا عنه تحكم دون المستوى الامثل في مرض السكر يعني مثلا يكون على فتره طويله بحقن وما امور ما هي ماشيه معه كويس وجدوا انه بعضهم بل اغلبهم اذا استخدم مضخه الانسولين يتعدل معاهم اللي هو السكري كذلك ينصح باستخدامه للي بدت معهم بعض المضاعفات الدمويه الدقيقه مثلا مشاكل في النظر مشاكل في العظام في الجلد وجدوا كذلك انه فئه منهم عندما نستخدم معهم المضخة يتحسنون خلاص بل تتوقف معهم المضاعفات هذه يعني ما عاد تزيد معهم تحكم جيد في التمثيل الغذائي ولكن عندما نظام الانسولين يضر بنمط الحياه هذا معناه انه مثلا اذا لو وجدنا انه الجماعة هذول اللي بياخذوا الانسولين تلقى مثلا متضايق منه في المدرسة مثلا او بيضايق مثلا على سبيل المثال انه يلعب مع الاطفال فهذول ممكن نبتدي معهم مضخة الانسولين زي ما قلت لك مضخة الانسولين تظل من الحاجات الحديثة موجودة برغم انه يعني انا سمعت عنها يمكن قبل تقريبا ست سنوات انا ما اشوفها تطبق على نطاق واسع هنا في السعودية ما شفت حالات انا الان بكلمكم عن الحالات اللي انا اشوفها يعني بشكل عملي في العياده ما شفت حالات تحتيه جيت معها اللي هو مضخه الانسولين من الحاجات كذلك اللي هو اللي بينصح فيها لاستخدام مضخه الانسولين وجود اضطرابات في التغذيه مثلا بعض الاطفال ما شاء الله عليه يعني باي شيء قدامه بياكل تلقى بيروح يفتح الثلاجه بياكل بيطلع مع اهله بياكل هذا وجدوا كذلك انه قد تكون احد المبررات لاستخدام مضخه الانسولين كيف تستخدم مضخة الإنسولين يا أخواني الكرام تستخدم زي ما أنتم شايفين مضخة الإنسولين حقيقة عملية حقيقة من ناحية أنها هي من نفسها ومن تلقاء نفسها تعمل زي البنكرياس طبعا ما في شيء زي خلقة رب العالمين ولكن على الأقل تقوم نقول بنسبة لا تتجاوز ال 20% من عمل البنكرياس مجرد ما ينقص منسوب الس... ال... يرتفع منسوب السكر في الدم هي تلقاها تلقائيا ترسل الموجات من القطب هذا الى القطب هذا لتعديل مستوى السكر ببث او ارسال بعض الجرع من الانسولين في الدم. طبعا الية معقد، طبعا الشركات استغلت الموضوع هذا فقامت شركات كثيره تنتج لك اشكال وانواع شيء رقمي وشيء غير رقمي وشيء باللمس وشيء غير, غير اللمس. فهي تختلف كذلك الشركات اللي تنتجها طبعا وفي شيء في منها الشيء الجيد وفي من شيء الشي الشيء الرديء حقيقه. طيب هل مضخه الانسولين شيء عملي ام لا؟ هذه من خلال دراسات انا جمعت لكم اياها خلال البحث حقي طبعا في دراسه كانت اول دراسه او كانت اكبر دراسه عملت في 2009 كانت في اوروبا وهم الدراستين حقيقه ضخمه، الدراسه رقم واحد كانت بتقارن حقيقه بين مضخه الانسولين وبين كذلك الطريقه الكلاسيكيه اللي بنعطي بها حقن الانسولين العاديه فصار فيها نوع من المقارنه وجدوا بأن الاطفال اللي مشوا على مضخه الانسولين وجدوا انه عندهم هبوط ملحوظ في مستويات السكر التراكمي وهذا شيء جيد هبوط في عدد المرات اللي تم من خلالها استهلاك جرعه الانسولين وهذا كمان جيد حتى اقتصاديا بنتكلم فيما يخص في الكميه حقه الانسولين وكذلك عدد مرات الاستهلاك وجدوا كذلك انه مقارنه بحقن الانسولين كانت نفس عدد مرات حدوث هبوط السكر وظهور الاجسام الكتنية زيها زي اللي كان موجود في حقن الانسولين الكلاسيكيه بينما في الجانب الاخر الاطفال اللي كانوا ماشيين على الطريقه الروتينيه اللي احنا بنعرفها وجدوا انه لم يتغير مع مستوى السكر الشهري بالعكس كان زاد كان فيه زياده ملحوظه وبسيطه في عدد مرات الاستهلاك وكمياتها للانسولين أه وجدوا انهم كذلك واجهوا نفس عدد مرات حدوث هبوط السكر وظهور الاجسام الكتنين لم تتغير هذه كانت الدراسه الاولى في 2009 في دراسه الظاهر عملت في نفس العام في 2009 بس كانت في اوروبا وهذه كانت اوسع هذه حقيقه يعني دعمت اللي هو استخدام موضوع مضخه الانسولين مقارنه عندما قارنوها باطفال وضعوا او روقبوا تحت اعطاء اللي هو جرعه الانسولين العاديه وجدوا دول الاطفال اللي كان عندهم مضخة الانسولين او استخدموا مضخه الانسولين كان عندهم فعلا هبوط ملحوظ في مستويات السكر التراكمي أه هبوط في عدد المرات اللي تم من خلال استهلاك جرعه الانسولين في الكميه وعدد المرات وكان فيهم كذلك كانت هذه الدراسه بحكم انها كانت اوسع واشمل وكانت شريحه كبيره من الاطفال اللي استخدموا في الدراسه هذه وجدوا يا اخواني هبوط واضح في عدد مرات حدوث هبوط السكر وظهور الاجسام الكتونيه وهذه طبعا آه للاسف الشديد آه يعني تعتبر حاجه سلبيه اذا ما قرنا مضخه الانسولين بحقن الانسولين العاديه والكلاسيكيه لكن آه الحاجه اللي يمكن الايجابيه اللي ظهرت في الدراسه هذه انه بامكان استخدامها الاطفال المصابين بالسكر الاقل من العامين عمرا وهذا اللي حدث معهم في الجانب الاخر لم يتغير شيء في الاطفال اللي كان عندهم او كانوا بيستخدموا اللي هو الجرعه الكلاسيكيه للانسولين. يعني بمعنى اخر انه الدراسه الاخيره كان فيها سلبيه وكان فيها ايجابيه، السلبيه انه لا وجدوا انه استخدام المضخه زاد حقيقه من عدد مرات الاطفال حدوث هبوط السكر المفاجئ وكذلك ظهور الاجسام الكيتونيه اللي ناتجه من زياده السكر عند الاطفال اللي استخدموا المضخه. في دراسة انعملت عام 2011 في بريطانيا وهذه كانت لأطفال هذه كانت أكثر دقة يعني عموما هذه أكثر دقة من الدراستين السابقة كانت الأطفال شخصوا بسكر الأطفال رقم واحد من عمر 6 شهور إلى 15 عام الشريحة الأطفال أو العدد كان أكبر هنا طيب هذه هي اللي أظهرت لنا في ارتفاع في منسوب السكر التراكمي للأسف مع مضخات الإنسولين ازدياد واضح في عدد مرات زياده المرضى اللي راحوا للإسعاف وكانوا على مضخه الانسولين وهذا الحاجه سلبيه وجدت في مضخه الانسولين طبعا اذا ما قارناها بالاطفال اللي كانوا ماشيين على الطريقه الكلاسيكيه او الروتينيه بالحقن فكان فكانت هذه الدراسه للاسف من ضمن الدراسات اللي ما كانت يعني تشجع على استخدام مضخه الانسولين انا لخصت لكم من خلال الارتكلز او الاوراق العلميه اللي تكلمت كثير عن مضخه الانسولين من 2000 الى 2020 لها ايجابيات ولها سلبيات من إيجابيات انها حقيقه مريحه لاهل الاطفال تريحهم يعني انت تعطي الطفل الجهاز وخلاص هو يعني الجهاز يعمل كبنكرياس خارجي طبعا من ضمن الايجابيات اللي وجدناها حقيقه من ضمن الاوراق اللي درسناها الفتره اللي راحت انه فيها تحكم اكثر بمستويات مستويات السكر في الدم للمضخة الانسولين وهذه تعد احد الايجابيات استهلاك اقل ماده الانسولين المضاعفات قلت حقيقه كايجابيات طبعا السلبيات اللي وجدناها للاسف في مضخه الانسولين اللي هو التهاب الجلد ويمكن انت شفت الفيديو انها مؤلمه للطفل التهابات الجلد مجرد ما يغز الطفل فيها او يتم غرسها فيه تتسبب الام حقيقيه مبرحه وبعضها طبعا قد يكون بؤره التهاب بكتيري فيما بعد يتفاقم الى مشاكل اخرى. ناهيكم انه كذلك نفس الفتحه اللي بتحصل في الجلد ترى اغلبها بتترك اثر يعني او ندبه وبعض الاطفال او بعض الاباء والامهات ما يرغبوا في الحاجه هذه. نزيف اسفل الجلد بالذات عند الاطفال اللي عندهم مشاكل نزف في الدم زي الهيموفيليا وخلافها كذلك من سلبياتها توقفها دون علم المريض اوقات تتعطل ما تدري تخلص البطاريه او ينفصل السلك او هذه أو للاسف قد تؤدي الى الاغماء وفي سبب اخر او او احد جوانب سلبيات الجوانب السلبيه فيها انها قد تكون غاليه على كثير من من العوائل. تحتاج كذلك صيانه متكرره وانا اللي بعرفه كذلك انه لا يوجد الوكيل يمكن هنا الكفة هنا أو اللي بي من خلاله تقدر تتابعها كصيانه او يعطيك عليها ضمان. طيب الان نتكلم عن طبعا انت اللي انتم هذا ما هو بينتولين هذا انسولين ينعطى عن طريق البخ. هل هذا مجدي للاطفال، هل تم استخدامه للاطفال؟ طيب العلاج ببخاخات الانسولين هذا طبعا النوع من العلاج لا زال تحت طور اللي هو الدراسه والتمحيص، لا زال الان كثير من الدراسه تتم عليه، طبعا اغلب الدراسات في الكبار الاطفال قليله فيه، في بعض حقيقه الاوراق العلميه الطبيه قالت انه امن في الاطفال، هم طبعا يخافون من اعراض الجانبيه على الرئه. عند الاطفال هو بطبيعه الحال هذا النوع من العلاج ما يستخدم الاطفال اللي اقل من سبع سنوات لازم من سبع سنوات وفوق في الكبار قبل ما كان او قبل ما استخدموه طبعا برغم انه لم يطبق علميا يعني لم يعتمد بشكل كامل من الهيئات الخاصه بالدواء والغذاء على مستوى العالم لكن قبل ما يستخدم لازم يفحص المريض من ناحية قدراته التنفسية للرئة يسوى يعني يعملون له اختبار لوظائف الرئة لهم طريقة معينة فقبل ما يستخدم يتأكدوا من سلامة الرئة طبعا في الأطفال وجدوا أنه آمن حقيقة لغاية الآن لكن في بعض الأوراق العلمية يعني لا تحب استخدامه لأسباب يطول شرحها حقيقة طبعا هذا لا زال تحت طور البحث والتمحيص بدات بعد الشركات تسويق للكبار فقط وليس الاطفال زي ما قلت لكم ثلاث دراسات في, في تحدثوا عنها طبعا بالذات في سكر الاطفال كان في سان فرانسيسكو في عام 2017 هي هذه اللي هي ال او هذا المؤتمر اللي ال الورقه الاخيره اللي طلعوا فيها بانه هو امن حقيقه في الاطفال واحتمال يعتمدوا على المدى البعيد المشكله المسجله عليه فقط انه حتى يعمل لابد من استنشاق كميات كبيره من الماده العلاجيه للاطفال يعني حتى نوصل المنسوب المناسب لتخفيض السكر في الدم لازم الطفل يستنشق كميات كبيره، ربما انه على المدى البعيد هم يكو يعملوا بخاخ يكون مركز اكثر او تكون الحاويه حقته كبيره بحيث انه من خلاله يتم استنشاق كميه كبيره من الماده العلاجيه. الآخر فقرة حنتكلم فيها واللي أثارت لغط كبير في الأيام الماضية يمكن جاكم واتساب وشفتوها في الفيس بوك ويمكن جاتكم من حديث الناس لكم انه في حاجة اسمها زراعة البنكرياس واذكر مرة من المرات انتشر في الواتساب كلام انه مدينة الملفات الطبية بدأت في زراعة الخلايا الجذعية لمرضى السكر ويلا روحوا سجلوا و طبعا هذا الكلام للأسف كله غير صحيح، شوفوا هذا يعتبر رواد معالجي مرض السكر الاطفال الدكتور زميلنا بسام عباس في التخصص في مستشفى الملك فيصل التخصصي، شوفوا ايش كاتب في احد تغريداته هذه تحليلات لطفل سكري تم زراعة خلايا جذعية له في اوكرانيا بتكلفة تجاوز ستين الف ريال زي ما هو واضح، شوفوا كيف القراءات السكرية حقته للاسف بعد ما جاء من من السفر حقه او من اجراء العمليه لا وكذلك اضاف نقطه يعني مثيره للدهشه انه يقول لك طلبوا من الـ الـ الابن انه يعمل اشعه للبروستاتا يعني شيء غريب احنا كذلك اطباء أطفال, اطفال نستغرب انه ليش عملوا اشعه بروستاتا اطفال <applause> فلذلك يعني او الرساله اللي بوجه لكم اياها من من الفقره هذه انه لا يوجد حاجه اسمها زراعه بنكرياس حتى في الكبار كلها لم تثبت نجاحها، في بعض ال اه بعض المحاولات نجحت لكن غير السكري، وفي نجحت للسكري حقيقة لكن تعد على الأصابع يعني، لكن لم تعمم ولم تأخذ اللي هو الضوء الأخضر حتى يتم اعتمادها على مستوى العالم، لذلك لا للأسف يعني لا تأخذون يضحك عليكم يقول لكم إنه في علاج بزراعة زراعة الخلايا و خلاص؟ اه طبعا في مجالات كثيره وانا يمكن نسخت لكم واحده منها بتقول انه ما كان استخدام العلاج بالخلايا الجذعيه في المستقبل كعلاج محتمل مرض السكري قد يوفر حلا دائما للسيطره على ارتفاع السكر في الدم انا اقول لكم محتمل يكون لكن احنا بنتكلم عن حاجه اسمها الهندسه الجينيه او جينيتك انجينيرنج هذه يعني الان في طور او تعتبر وليده يمكن بعد 200 عام اذا الله كتب لنا عمر يمكن يجدون حل للموضوع هذا بس مش للسكري كمان للايدز والتهاب الكبد الوبائي والامراض الاستقلابيه اللي بنشوفها شكرا لكم جميعا اتمنى انه استفدتم من هذه المحاضره المتواضعه و الان نبتدي بطرح الاسئله اذا تشرفوني طبعا ببعض الاسئله اللي اتمنى الله يعطيك يعني الف حاجة. عافيه دكتور الله يحييكم يعطيك الف عافيه دكتور حتى الشات هنا كلهم يقولون لك يعطيك العافيه ما قصرت محاضره اكثر من رائعه الله يطول بأعماركم نخليكم ان شاء الله طيب في سؤال هنا جانا يقول ما هو الام ام ار الام ام ار هذا هو, اللي هو اللقاح الثلاثي يرمز الى حصبه ميزلز والمامز طيب يسمونه النكاف والروبيلا اللي هو نوع من الحميات طيب هذا للاسف الشديد المركب الثلاثي هذا مو بس طبعا هو احد التطعيمات تعطى او التحصينات يعطون الاطفال في عمر السنه 12 شهر وبينعطى كذلك على قبل المدرسه هذا الام ام سبحان الله هو الوحيد اللي اكثر مشاكل اللي يعني المشاكل اللي بيعتقدوا الناس انه وراه يعني من توحد وكذلك اللي هو سكر الاطفال انها بسبه اللي هو الثلاثي هذا عشان كذا انا شفت بديت اشوف الان ما شاء الله عوائل بيجيبوا مواد يعني يجيبوها معاهم ويعطوها للدكتور يقول يا دكتور احقنها مع التطعيمة هذه تعطي ولدنا تحميهم زي مثلا قريت والله عنها بس ولها فائده حقيقه زي مثلا مواد فيها نوع من الزئبق هذا اللي فهمته طبعا او مضاده للزئبق عفوا او يعني بتوقف اداء الزئبق لانه يعتقد بعض الناس انه الام ام ار فيه نسبه بسيطه من الزئبق اللي تتسبب في المشكله هذه حقيقه من الدراسات اللي شفناها الفتره السابقه شريحة كبيرة من الأطفال أخذوا ما جاهم الإشكالية هذه ولكن تظل أحد الفرضيات قد يكون الممار أحد المسببات لسكر الأطفال رقم واحد حتى يثبت عكس ذلك يعطيك العافية دكتور في سؤال ثاني جاء يقول ما هي نصيحتك بالنسبة للقاحات الدورية وخاصة الممار بعض الامهات ترفض اخذ هذا اللقاح اتوقع هذا السؤال مرتبط بالسؤال اللي قبله طيب شوفي اذا اذا نبغى نتكلم يعني بشكل علمي بشكل علمي احنا ما ننصح بالتاخير اي تطعيمات طيب انا الان وعد بالله من كلمه انا قاعد اعمل دراسه وصلت الى يمكن في حدود ال 400 او 400 وعليها لاطفال عانوا من مشاكل مناعيه بعد اعطائهم اللي هو المصل الثلاثي اللي هو الإمامار فما في ذيك القراءات او النتائج اللي اظهرت انه علاقه حقيقه، لكن لكن هذا اللي بنتكلم علميا، لو بنتكلم يعني خلينا نتكلم انا بحكم اني اخوكم وانتم اخواني وهذولا اولادي. ويمكن تستغربون من النصيحه هذه. طبعا احنا نعرف أن الاطفال بشكل عام الدماغ حقهم فتره تكون الرئيسيه هي اول عام من العمر. خلاص؟ انا طب والله سويتها على حتى اولادي. بحكم انه تكون المخ اول عام من عمر الطفل مهم و المفروض ان نحافظ عليه من نقصان السكري، أو السكر في الدم لانه اي فتره ترى ينقص سكر الدم لطفل في, في عمر اول سنه من عمره ترى يختلف عن لو صار له اكثر من عام. لانه في اول سنه من العمر يفترض انه الدماغ لا يتوقف عنه دعم السكر يعني او التغذيه بالسكر. مو بس السكر اشياء اخرى حتى الدهون، بعض انواع الدهون، بعض انواع اللي هو البروتين او بعض انواع البروتينات. فلذلك الأم اللي موسوسة وتخاف على طفلها من موضوع اللي هو اللقاح الثلاثي، أنا أنصحها بكل بساطة يعني على ما قالوا في السيف سايد تكون هي وتبعد عن الشرط وتغني له تأخر تطعيمة السنة، تخليها بدل ما تعطيه في السنة 12 تعطي شهر تعطيه في 14 شهر مثلا. تصير كذا مكبرة الوسادة ونايمة يعني ما تخاف. أتمنى إني أجبت على السؤال هذا. يعطيك العافيه يا دكتور في آه. سؤال هنا يقول هل زادت نسبه الاصابه بالسكري عند الاطفال والله هو شوف اذا بنتكلم على مستوى مستوى المملكه انا ما عندي دراسات حقيقه دقيقه لكن اللي بنشوفه حقيقه انها زادت للاسف الشديد طبعا يعزى الموضوع لتشكل الفيروسات الجديده اللي قاعد يصير في اخر عشر سنوات تخيلوا يا جماعه الخير الحصبة اللي كنا بنحصن منها من قبل 2000 يعني يعني تم القضاء عليها تماما، تخيلوا رجعت 2005 ورجعت 2019. الحصبة تلعب دور حقيقة في ظهور السكر عند الأطفال، اتركوا الحصبة. مثلا أعطيكم على سبيل المثال التهاب أو شلل الأطفال، قمنا الآن نلاحظ للأسف الشديد بعد نشوء بعض الحروب زي حرب اليمن، زي حرب سوريا بدات تظهر حالات وشفنا حالات هنا في السعوديه خلاص ان الاطفال قد يكون احد السببات ترى لسكر الاطفال على المدى البعيد انا بتابع طفل عنده سكري وعنده شل الاطفال فهي إجابت عن السؤال نعم على مستوى المملكه على مستوى العالم في دراسات الان رغم اني والله ما عندي عليها قراءات دقيقه تظهر انه للاسف في ازدياد للاسف الشديد مو بس النوع الاول حتى النوع الثاني الان اللي هو يصير عند الاطفال الناصحين او السمان صرنا بنشوفه عند الاطفال من عمر ال 14 وما على وما فوق يعني برغم انه او سابقا ما كان موجود الكثره هذه يعطيك الف عافيه دكتور في سؤال اخير هنا أه كيف يتم معالجه السكر عند الرضع او حديث الولاده؟ طبعا ان شاء الله انه ما يكون فيها أتمنى من الله عز وجل أن الله يحمي جميع المواليد من المشكلة هذه الحاجة الصعبة أو الغريبة في الأطفال الرضع السكري رقم واحد إذا حدث لهم أو الحاجة اللي يعني يسمونها ترك يعني المطب الكبير أنه أصلا ما حتقدر تشخصه بسبب أنه الأطفال في السن هذا طبعا أكثر تغذيتهم حليب والحليب تعرف أكثر يعتبر من السكريات المركبة للاسف آه، الشديد الحاله اللي انا شفتها مثلا قبل 18 سنه آه، جان الطفل اسعاف مغمى عليه خلاص واكتشف انه عنده سكر سكري تم علاجه بالعنايه المركزه بعد ما طلعنا اخذ جرعات انسولين لكن جرعات صغيره مره يعني بس الله يعطيك الف دكتور شكرا لك محاضرة جدا رائعة وفي الختام نشكركم على حسن الاستماع والتفاعل راح يتم ارسال رابط الشهادات بعد شوي على الشات والى اللقاء في محاضره تثقيفيه قادمه مع تحيات جمعيه السكري السعوديه الخيريه الله يعطيك الف عافيه دكتور ما قصرت ابدعت للامانه نتمنى منك بس نصيحه تقدمها للاطفال السكري بشكل عام يعني طيب احنا انا بعطي نصيحتين للاطفال بشكل عام والأطفال السكري بشكل خاص، بشكل عام الاطفال بشكل أطف... بشكل عام لاطفالنا واولادنا خن... يعني اولادي انا واخواني انه وهذه كذلك نصيحه موجهه للاباء والامهات، حاولوا يا اخوان لا تستهتروا باي عرض من الاعراض خلاص في بعض الاطفال آه يجي له اعراض آه يعني واضحه انها تكون السكري تلقى الاهل مطنشين وهذا خطا مثلا تكرار في التبول نقصان في الوزن تغير في سلوكيات الطفل الحركيه خمول هذه الامور يا اخوان لا تهملوا حاول انه يعني زياره لاقرب طبيب هذا رقم واحد طبعا اضيف لها انه حاولوا يا جماعه تجن... تجنكم تجنب الاطفال طبعا موضوع الالتهاب كالتهاب ما تقدر تتحكم فيه انه بعدين لا قدر الله ممكن يسبب لنا الاطفال هذا طبعا بمشيئه رب العالمين لكن احنا بنتكلم عن الاشياء اللي في ايدينا مثلا ما نضغط على الاطفال انا اشوف للاسف اباء يضغطوا على الاطفال بشكل يعني انا أست... يعني غريب جدا يعني وغير مبرر فلذلك ما نضغط عليهم لا في مدرسه ولا حتى في حياتنا ال... نشاطاتنا اليوميه اطفال السكري النصيحة اللي أنصحهم في آه الموضوع متابعة السكري أول بأول عدم إهماله للأسف الشديد بدأت الآن آه من فترة آه تدخل لنا منتجات للأنسولين مضروبة حاولوا يا جماعة الخير تشوفوا إيش مصدرها الإكسباريديت حقها فترة يعني صلاحية استخدامها التواريخ حقتها آه دائما آه طفل السكري في الفترات اللي آه يصاب فيها بالتهاب او وعكه صحيه او ضغط نفسي يفضل من الام او الاب او احد من العائله ينام معاه ما يترك ينام معه في الفتره هذه لين يرجع لوضعه الطبيعي، يمكن هذه النصائح اللي انا اوجهها لكم بشكل خاص لاطفال السكري. الله يبيض وجهك يا دكتور، يعطيك الف الف عافيه على المحاضره الجميله هذه ما قصرت. الله يخليكم، تمنيت لكم التوفيق. الله يعطيك العافيه وللقاء في محاضره اخرى ان شاء الله شكرا الله السلام